سيداتي وسادتي الدعابة محبة، يحضر معنا اليوم أحد كوادر الدراجة المغربية والذي فاز على جوائز شتى في أخلف الميادين. إنه الدراج المحبوب الحبيب اللوريب والذي تألق خصوصا في راليات دراجة القدم الهوائية. تألق نجمه في الستينات والسبعينات والأربعينات والثلاثينات والعشرينات. نستضيفه اليوم لنستحضر معه الذكرى. سي الحبيب اللوريب، مساء الخير. مرحبا بك الحاج. شكون انت الحاج؟ مرحبا. الو الحاج، كتسمعني؟ كنسمعك. كتسمعني مزيان ياك؟ كنسمعك مزيان، ما تتحركش. واخا. طيب الحاج، اول سؤال كي يعني كيف رداتو هو، كيفاش جيتي للعالم ديال البشكليط؟ يعني كيفاش بديتي الدراجه الهوائيه من الاول؟ كانوا النصارى، كنت خدام عند مدراع في عين السبع، نفرق لي السلعه بالبوكشليط، كنت نفرق الحليب ديال الدجاج والجورنال ديال القاعد، كنت نبدا من سيال ديال عين السبع ونطلع لاميزون باسك ومن تما لي شنوار جانكير بي سي جور لافيليت، ما نخلط حتى الشابو تما في ربيت الركابي. نعم الحاج، اول نادي انضميتي ليه كان هو نادي لو غيدونفيل. غيدون غيدونفيل الحاج. غيدونفيل كان دخلني ليه داك البرتقيزي يقولوا له أنطونيو كارلوس خوبيم، هو داك العام ديت شابيونا ديال الزنيور. نعم نعم. قال لي جي الدخله اللي جيت ندخل لاريفي، شي بقى لي شي 3 كيلومتر هو لي لوريب، دخلت عباك جيت مسكن جاي نيشان هاك الدخله اللي دخلت نقولوا الشابيونا الجنيور، منها خرجت في السنيور ودخلت في سيليكسيون نيشان. نعم الحاج، من اللي ما فكرتيش يعني ما فكرتيش من اللي خسرت لك الدراجه تبدلها؟ انا وانا انا ابن هذاك الكورس راك تديرها عباك البكشليط ديال السدعاني. نعم الحاج، يمكن تذكرنا بالالقاب الاخرى اللي حرزتي عليها اللي ما عندناش يعني في وعداد؟ هي منها شامبيونات جونيور سينيور سيدي بنور، لا كوب طاليان، لا كوب اشانتي توكوتو، لا كوب لا كوب سان سيباستيان، لا كوب كينساسا. هذيك كينساسا راه علقت فيها المايو جون من ديبار اللي حتى لاريفي، كي نعلقو تسلط عليا ذاك الموسيبي ديال دبانه العود ديال تشيتشي، انا غادي ويات الكعفيات الكعفيات، جاني الطايكوك معتال الله ولا ريفي. نعم الحاج، كنعرفوا ان بزاف ديال الرياضات وخصوصا في الدراجات الهوائيه عرفت فضائح، عرفت فضائح خصوصا في المنشطات والغش. كيفاش بسم الله عليك شويه يعني كيفاش كان الغش ديك الساعه عندكم في الايام ديال بكري؟ كان واحد طفل يجي من الاتحاد السوفيتي، كان دالينا هلكنا دالينا 3 فوا سيكسيسيف تور دي ماروك، المرة الرابعة لصقت فيه، هو طي دو كورس وانا مطالو ليه دوزيام، وخلطنا الطلعة ديال فيني، تظهر لي المكشليطة ديالو طالعة في تاس واحد وهو ما يقدرش، طاح في يدي العجب، دوزت عليه الشانجمان لوريب الكبير، بيضرت بوزيسيون دوبو، درت عليه سبرين ديال الفينيش، دخلت انا وياه فوطو. يعني الرتبة الأولى مناصفة. اي هي بالعين الأدمية ماتشنين. اييه. وإلا كان بالفوتو فينيش. أنت اللي ربحتيه. فايتني بسنتيم. الله. قول هو ماله. هو ماله. أنا عندي البنو رشابي. هو عنده البنو ملحوس. هاو دير لي ديك الحرامة ديال ديزامبلا، هذيك التبوقيلة ديالها باش فاتني. تقدر. خلطنا البوديوم، حيدوا لي المايو جون ديالي مسرسط، تضربني بسم الله عليك، ضربني البرد الله يخليهم بالخلا، او لبسوه ليه علقوا لي النوار ديال الغنباز، وانا نشوف الطفل ضاحك حتى العرق ما عرقانوش. من البوديوم لعاد سرفايانس دي كورس، قلت ليه شوف مشيو الاخر هذاك يقولوا لي شي عيطوا لي سيرفايا جينيرال ديالك، قلت له لا كورس ترافيكي. يعني قدمتي احتجاج تقني؟ ايه قدمتي احتجاج تقني. هذيك هذيك جاو داروا له كونتر فيزيت المكشلين ديالو، جبروا الدينامو هو اللي دور الرويده.
وشوفته. يا سلام. ايه. شاهدك السرفايانس الله يعمرها دارت واحد العبدي. اش دار العبدي؟ اش دار العبدي؟ اطلع راجل. قلب لي الخيوط ديال الدينامو. الله يخليهم بالخلعة. عملي ناضت الكوكبة. عقبت بين بيكال الله وتم دار ويدا. نعم الحاج. الحاج. إيه؟ نبقاو دائما في عالم. ها هو ها هو. نبقاو في العالم ديال المنشطات، يعني واش في الوقت ديالكم كانت المنشطات؟ وكان عندنا نشاط في وقتنا. ياك. وكانوا الشيخات عبيدات الرنا. لا كان هذاك مش عيب الفيدا. الحاج. والحاج. والحاج. هذاك العام انا كنقصد الورقه ديال الشيخ الرويده كانت تقول لي دادو حياني دادو حياني. الو الحاج. الو الحاج كتسمعني؟ كنسمعك. المنشطات الحاج الدوباج. الدوباج؟ اه. ايه الدوباج كانوا جابروا واحد سكالشي بلجيكي طرات لي واحد البياسه والله اعلم انا نسمع. اللي كان وقف اللي وقف جبد سيليسيون باش يصاوبها وقفوا عليه سرفايانس. قالوا ليه إليميني بوركوز دو سنيف دو دوباج. نعم. الله اعلم. انت الحاج عمرك عملتي شي بركه في يعني عمرك ما كان شايدك الوقت اللي خطاتك غريبه كاع. الحاج غير قلنا دابا بصراحه راه عندي المعطيات. واش عمرك غشيتي في السباق ولا عملتي؟ واحد النيبه. انا اش من سنه؟ ايه اش من عام؟ شكون عام؟ حاج بلا قوالب راه عندي المعطيات هنا. قول لي اش من عام ديتي فيه يعني غشيتي فيه في السباق؟ من نفس قرندو. ها لصقت واحد الكاميون شارجي التمر ديال البوسكري. نعم. تربعت لك فوق شرج وبركت ناكل في التمر يلاه يلاه واللوح في العضومه. شتي دابا هذاك نخلي نايض في الطريق بوزاكار انا اللي زارع. واخا الحاج واخا واخا يعني علقوا دخلتي انت الاول ملي غشيتي وعلقوا لك الميداليه يعني. علقوا لي السيروم. الله اكبر. ماشي الكاميون يضرب فران على واحد البهيمه لصق لي وجهي مع ديك البلاكه ديال على جناح السلامه هوك غنضادري مشخشخينا. نعم يعني باقي تسنى في لاسورانس اللعبه. واش عملتي كذلك سباق داخل الحلبه؟ الحلبه. الحلبه الحاج الفيلودروم. وين الفيلودروم؟ كنت ديما لعب فيه الفيلودروم عمري ما ربحت. علاش؟ ما كانش سويرتي. نعم. ما كانش الكلب اللي نميزي عليه دخل هو الدار اللي الله يلقى ليهم. كان معروف عليك واحد المساله ايضا انك انت ديما كتعمل هذاك الكاسكيت ديالك هادي نيت وكتعملها على اليمن هذاك الشعيبيطه كديرها على اليمن. هو من واحد النيمه كنت انا طيت دو كور سلاح البلوطه واحد ثلث ساعه ما قالي وقنط مع الطريق طويله ما تبان لي واحد طفله فرنساويه واقفه في جنب الطريق وتضرب الرش وقفت كنت السيرة ديرينا الصقعة ضحكت طاحت الضحك مدت لي واحد من العمانة قالت لك راني دايرة بيكنيك مع والديا هنا في الزنايقة قلت لي نمشيو عندهم ردفتها وطلعنا حتى لعندهم شربنا سايكوت من بعد الحاج من بعد يعني شنو طرا؟ تزوجنا. يا مبروك. الله يبارك. مبروك عليك السي الحاج. الله يبارك فيك. مبروك. فينك؟ مبروك. لا الله يبارك فيك. مبروك عليك. ايه ومشينا هما من لوهافر. ايه. مشينا تما كانت بوها شيمينو في المرسى. تبارك الله. ايه وجلست تما واحد العامين. الحاج الله يخليك ما يعني خديتيني في الكلام يعني وشنو عملتي في السباق من بعد؟ شنو؟ واش نخلي شارلوت ونقابل تبايدير. واللي بغى يربح العام طويل الكورس عمره ما تشالي درت فورفي. فورفي كان عندي في يعني في الاستعدادات اللي عملت هنايا عندي واحد التصويره خلاف التكتيك الاول عملتي داك الشعيبيطه عاوتاني على الجهه اليسرى ليش؟ هذيك قضيه اخرى كان واحد الهولندي الله يلقى ليه كان جيتي تقاد معايا ويبرك يتمازح معايا يخرج لسانه ها وقلب عينيه وقلب عينيه ايه باش يضحكني وخويا الركابي وانا مدور الكاسكيطه هنا وعطيت نخول يا الله يا الله يا الله كان يدير كان يدير كان يدير عجبتك زوينه زوينه لا بارك عليك بارك انا عطيه النخول وشار الطريق يا الله ما تبان لي في جنب الطريق على فرانسواز شكون فرانسواز؟
مراتي الثانية. الحاج راكي يبان لي واقيلا ما عمرك ما كملتي شي سباق على هذا الحساب. وعدالو مالي كملت من نهار جا لونترينور دار لي دوك اللايك ديال العود هنا وليت نشوف على القدام ديما داخل انا البرو. تبارك الله تبارك إيه؟ الله. الحاج الجمهور الكريم يعني الاغلبيه ديالهم كيعرف سباق ديال البشكليطات غير بالنهار يعني الجو ديال النهار. اغلبيه ما كيعرفوش داك الليل كيفاش كيكون الاجراءات كيفاش كتستعدوا الغدا يعني كيفاش في الايام ديالكم كانت هذه المساله هذه. كنا ملي نخرطوا في الليل هكا نحطوا البيكالات على الكارديان وكل واحد يمشي يدوش في السطل ديالو. نعم. ولبسوا جلالب والكوستيمات ومشيو للفيجيطا ما كاين عشوة والحبات تاعي هلل الهلال ونيشان الديبار عايد ربك ستارتير ديال الفردي كطيح واحد عوا تبدا تفد كيما هكا وطلوط الكوكبه وغاديين ونفطروا في الطريق اللي غزز الكبال اللي غزز اللكت اللي غزز البلوط والعشار. نعم كتاكلوا غاديين في البشكليط يعني والكيدون. الكيدون كان اسيستي ذاك الوقت. اسيستي شتك كتشوف فيا انا نتقلد انت تقول الله اعلم. الله اعلم الحاج الله اعلم يعني ما نتقلدوش. ايه طيب كان معنا حتى واحد سالقاني عنده واحد البشكليطه حفيانه. حفيانه ما عندهاش البنوعة الجنطة على الزفت. كمل كمل الحاج الحاج الحاج. طيب يبدو ان الاتصال انقطع مع الحاج يعني فرصة قادمة ان شاء الله. سيدتي وسادتي دائما الدعابة محبة. الى اللقاء مع شخص اخر وضيف اخر. دمتم في رعاية الله.